اليوم تنطلق عملية تحين السجل الانتخابي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالداخل وبالخارج، وهذا باش يكون في مقرات الهيئات الفرعية وإلا عبر موقع الهيئة twense.easy.tn باش ناخذوا أكثر فكرة على عملية التحين هذية. شكون الدول المعنية بعملية التحين؟ معنا عبر الهاتف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلة عبروقي. صباح النور. خير، صباح النور، شكرا على الاستضافة. مرحبا. مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية. سيدة نجلة، لو نعرفوا عملية التحين باش نعرفوا بها المستمعين، احنا قلنا توا قلت احنا مسجلين، التحين هذا شنو فيه بالضبط؟ فعلا التحين هو انطلق اليوم 20 ماي 2024 بالنسبة للتوانسة اللي معناها المقيمين بالداخل والخارج. هي عملية دورية تقوم بها الهيئة استعداد المواعيد الانتخابية القادمة. التحين كما نعرفه هو اختياري أو آلي، معناها الهيئة تنجم آليا معناها تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين، وهذا كدأبت عليه الهيئة فعلا، وقمنا يعني آليا بتسجيل في حدود 2 ملايين ناخب وناخبة تونسية بطبيعة الحال إذا توفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة اللي هي معناها بالغين من عمر 18 سنة كاملة بل يوم الاقتراع، متمتعين بالجنسية التونسية متاعهم، متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، ما همش مشمولين بأي صورة من صور الحرمان اللي معناها تحرمهم من حق الاقتراع وذلك بموجب قانون. بالنسبة كذلك للأشخاص المحكومة عليهم بعقوبة تكميلية، هذا جاء فيها الفصل الخامس من المجلة الجزائية، هذوما تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب معناه إلى حين استرجاع حقوقهم. كذلك الأشخاص المحجور عليهم، السفيه، المجنون، المفلس المحكوم عليه بأكثر من 10 سنوات يعتبر محجور عليه، هذوما كلهم معناها العسكريين كذلك اللي هما قايمين بواجبهم العسكري، قوات الأمن الداخلي، هذوما الكل ما عندهمش حق معناها الانتخاب. نحن نحكيه على التوانسة اللي تتوفر فيهم الشروط القانونية كما ذكرت ولا تتوفر فيهم معناها جملة الموانع اللي ذكرتها أنا توا. هذو ما يسجلوا سواء اختياريا ويحينوا كذلك باعتبار المقر الفعلي بتاعهم، والهيئة كذلك تتولى التسجيل الآلي. بالنسبة لنا نحن توا حلينا التسجيل الاختياري. الاختياري هذا يتم مباشرة يعني بمقرات الهيئات نتاعنا الفرعية بكامل تراب الجمهورية، مقراتنا في حدود 24، أو يتم عن بعد معناها عبر الموقع هذا www.twensa.easy.tn. وبالنسبة للمقيمين معناها التوانسة خارج أرض الوطن في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية معناها بالخارج، الهيئة هبطت قائمة معناها منشورة على الموقع الرسمي متاعنا فيها جملة معناها المقرات هذه متاع البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وقبل ما نحكيه نحن تو على التحيين الاختياري بطبيعة الحال، قبل ما يحينوا التوانسة معناها المعنيين بالانتخابات وتوفر فيهم كما قلنا الشروط، لازمهم يثبتوا من التسجيل متاعهم يعملوا هيك الخدمة متاع نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف الجهاز، أو يتصلوا بمركز أنداء 18-14، هذا باش يعرف هل هو معناها مسجل أو لا بل كل شيء، وبعد ينجم يحين معناها وين هو معناها المركز الاقتراع متاعه الأقرب ليه، باعتبار ديما نحكي نحن على العنوان الفعلي اللي هو معناها يعتمد المرجع. هذا الكل نحكيو عليه نحن بطبيعة باش نعملو نحن التحيين الآلي، على خاطر الهيئة هي تضبط معناها بصفة نهائية دوريا في كل انتخابات في كل استحقاق انتخابي تضبط سجل الناخبين معناها بصفة نهائية، هذه بالتعاون يكون مع المركز الوطني للإعلامية مختلف الوزارات الداخلية العدل، يتضبط سجل الناخبين بصفة دقيقة ونهائية بطبيعة الممنوعين من الانتخاب بموجب القانون المحجور عليهم، هذوما الكل مش باش نلقاوهم في السجل النهائي للناخبين. وعندنا نحن بعد باش نعملوا نحن في انطلاق معناها باش نعملوا تطبيقة الهاتف الجوال، هذه تطبيقة جديدة هي خدمة رقمية باش تضعها معناها الهيئة معناها باش تنشر الرابط نتاعها باش تضعها صفحة رسمية في الأيام القادمة على ذمة الناخبين بطبيعة باش يسجلوا باش يحينوا باش يعرفوا كل المعلومات عن خريطة مراكز الاقتراع الجديدة اللي باش نحدثوها وكذلك مراكز الاقتراع الموجودة.
هذه خدمة باش تقرب يعني الناخبين التونسيين من مقرات ومراكز الاقتراع حسب عنوانهم الفعلي، بطبيعة باش يختاروا المقر اللي قريب ليهم ويحينوا هذاك الكل في إطار الاستعدادات هذه الكل تقوم بها الهيئة. فقط مدام نجلة، عملية التحيين قداش باش تقعد؟ عملية التحيين هي مفتوحة يعني احنا توا هي توا مازالت يعني في غير حليناها. تعرفوا انتم هي تدوم يعني شهرين أكثر بصفة دورية، تحل معناها تحل الأجيال، هي توا أجيال مفتوحة بعد باش تثبت ويقع نشر القائمة النهائية. ما زالت نحن تو الفترات يمكن تكون تدى فترات متقطعة إلى حين معناها ضبط السجل تاع الناخبين بصفة نهائية. يعطيك الصحة مدام نجلة عبروكي، عضو هيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على كل هذه الإيضاحات.